يا مساء الفل واهلا بيكم معانا وحلقه جديده من ان بوكس. النهارده حلقه مختلفه جدا وكمان معايا اصحابي وحبايبي. رحمه، ازيك يا رحومه؟ عامل ايه يا رؤى؟ مساء الفل عليكي. عامل ايه؟ ازيك يا عموره؟ اخر العنقود. ازيك يا فاروق؟ مين اخر العنقود؟ اللي هو بيبقى اخر واحد. اه هو المفروض اخر واحد في الولاد. انت اكبر مننا يا ابني. احنا يعني ما صغرش لنفسك كده. انا اخر العنقود في البرنامج ده. احنا هنتخانق من الاول. يا مساء الفل. عامل ايه يا فاروق؟ عاملين ايه من اولها كده؟ والله العظيم هتوحشوني جدا فعلا. الحمد لله. ليه انت رايحه فين؟ انا النهارده رايحه تونس. هرجع لكم. انا قلت ايه اوحشكم شويه وانتوا توحشوني شويه، اروح بس كده بسرعه وارجع لكم تاني. النهارده ان شاء الله معانا فقرات حلوه جدا جدا ويا رب تعجبكم. في اخر فقره معانا ضيفه مميزه جدا وصوت بصراحه مش عارفه اقول عليه ايه، الماز، صوت حنين واحساس عالي خلينا نقول تكنيك عالي جدا جدا، بتول بني اللي شاركت في برنامج ذا فويس هتبقى معانا في اخر فقراتنا علشان تمتعنا بصوتها. اه والله انا متحمسه جدا للفقره دي. يا سيدي فقرتنا دلوقتي لسه اكيد طبعا شفنا على السوشيال ميديا قرار او التصريح اللي خرج من وزاره التربيه والتعليم من الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني، وقال انه مفيش كتب السنه دي ورقيه. بوم، ايقاف الكتب الورقيه. من زمان بقى كل يعني لو تفتكروا معرض الكتاب وغيره، الكتاب الورقي ولا الكتاب الالكتروني، في ناس بتحب الورقي وفي ناس بتحب الالكتروني، ناس تروح هنا وناس تروح هنا. مع التعليم بقى لما يبقى كده قدامك ما قدامكش حل الكتروني بس. هل انتوا شايفين ان الالكتروني هو المستقبل ولا انتوا شايفين ان الورقي يبقى كلاسيك؟ ما سالكيش ليه. لا انا بالعكس انا هرد عليك جدا. انا كنت بنقول قبل الحلقه ان انا اصلا بشوف مسلسلات كتير جدا بتتكلم على التكنولوجي بعد سنين، وزي مسلسل بلاك ميرور، زي مسلسلات كتير جدا اتعملت، يعني ازاي بتتنبأ خلينا نقول ان بعد فتره زمنيه معينه هتبقى كل حياتنا تكنولوجي، يعني كل حاجه يعني هيبقى في روبوتس، هيبقى مش هيبقى في ورق، هيبقى كل الناس قدامها التابلتس. فانا شايفه ان احنا من حقنا ان احنا نعاصر ونواكب الحاجات الجديده يعني التكنولوجيا. بس طبعا الكتاب مهم جدا. وعلى فكره حتى الناس اللي بتمسك تابلت انا بشوف ان هي وبتبقى بتحب الكتاب بتروح برضو للكتاب وللتابلت في نفس الوقت. هي دي ليها مميزات وايجابيات ونفس الشيء برضو العكس. طيب بصوا يا جماعه، يعني الدكتور طارق شوقي وزير التعليم وكمان التعليم الفني قال ان يعني مهم جدا ان احنا نواكب العصر زي ما احنا قلنا كده دلوقتي، ان احنا المفروض يعني استخدام التابلت في المراحل الدراسيه المقبله وبالاخص كمان في المرحله الثانويه. ويمكن كمان عمل فيديو توضيحي ازاي الناس ممكن تستخدم التابلت بتاعها وكمان ممكن يعملوا ايه من خلال طبعا يعني المناهج بقى الدراسيه اللي هي المفروض خلاص بقت موجوده بشكل يعني معمم على التابلت ان شاء الله. وبرضه مهم جدا ان احنا كمان يعني الاهالي برضه يطلعوا على الموضوع، لان اكيد طبعا يعني كل واحد خلاص اخذنا على السيستم بتاعنا القديم من ان هو الكتب، والاهل كمان ممكن يساعدوا ولادهم في موضوع المذاكره. فاهم حاجه برضه ان الاب والام يبقوا هم كمان مطلعين على الموضوع ده. صح. ان هم يشوفوا ايه الجديد وكمان يحاولوا يوصلوا ده لولادهم من خلال طبعا المرحله السنيه اللي هي المفروض موجودين فيها عشان خاطر ربنا يكرمهم ويجيبوا يعني ينجحوا ويجيب كمان الدرجات اللي هم عايزينها ويخشوا التخصص اللي هو عايزينه. لكن برضو خلينا نقول ان كمان الموضوع الفتره اللي جايه هيكون كله عباره عن التعلم عن بعد. التعلم عن بعد من كل الدول دلوقتي بقى موجود خلاص. الدول المتحضره ومتقدمه بقت كل الناس ممكن تتعلم في اي وقت، سواء بقى من خلال الانترنت كل حاجه خلاص بقت موجوده. ويمكن كمان جبنا هنا معانا من خلال برنامجنا اكتر من طالب او اكتر من حد حابب ان هو كمان يكمل دراسته بره مصر من خلال التعلم عن بعد، يعني من خلال بقى جامعات موجوده في اوروبا، موجوده في اي مكان، ان هو حابب يتخصص في جزئيه معينه يدرس فيها. فاحنا برضو مش بعيد عن الصوره، احنا بلد كبيره وبلد كمان الحمد لله بقت يعني ثابته بشكل كبير جدا الحمد لله في المنطقه، وكل العناصر الحمد لله عندنا والناس الكفاءات عندنا موجوده بشكل كبير جدا. فليه لا؟ تجربه لازم احنا كمان ناخدها وان شاء الله برضو ننجح فيها. انا برضو جات لي دلوقتي حالا، انا ما فكرتش فيها قبل الحلقه، بس دلوقتي قلت ايه ده، تابلت وتينيجر، انت متخيل ان هو هيبقى متحمس للدراسه اكتر من الكتاب بكتير؟ فاهمني؟ يعني لو هو طالب ثانويه عام الكتاب هيقفله على فكره، بس التابلت مش هيقفله.
فهمت؟ بس هي أنا فاهم. المذاكرة ولا غير المذاكرة؟ أنا ما هو هيذاكر بالتابلت، هيبقى عنده الشابترز مثلا بتاعته على التابلت. الكتاب عموما، أنا شخصيا زمان أول ما بشوف كتاب بيجيلي اكتئاب. الله، أول ما بشوف كتاب بيجيلي اكتئاب. شاعرة شاعرة والله، مكاني مش هنا. تيجي تقعدي هنا؟ التابلتس مكان سقراط يعني قصدك؟ لا لا لا، الكرسي. لا لا لا، مش عايزه الكرسي بتاعي بعد اذنك. عمرو، ايه وجهه نظرك يا رحمه؟ عشان يعني ايه الفكره؟ انا عايزه اوصل بس ان دلوقتي الشباب عموما وحتى احنا ككبار بنحب نمسك التابلتس، وحتى بندخل بنشوف بي دي اف مثلا، بنقرا كتب على التليفون او على السمارت فون على التابلتس. فانا اعتقد ان التينيجرز هيبقوا عايزين متقبلين الدراسه اكتر علشان التابلت نفسه. فاهميني اكتر من الكتاب. هم برضو سهل على الناس. طيب، انا كنت هقول محور مهم، لكن خلونا ناخد مداخله تليفونيه من سماح. سماح، مساء الخير. مساء النور، ازيكم؟ مساء الخير، ازيك يا سماح؟ سماح، قولي لي ايه رايك في القرار في وزاره التربيه والتعليم، قرار وزاره التربيه والتعليم؟ هل احنا مهيئين دلوقتي ان احنا نقدر ننتقل من مرحلة الكتاب لمرحلة الكتاب الالكتروني، ولا مش متقبلين ده لسه كمجتمع؟ بص، هو انا شايفة الموضوع سلاح ذو حدين. يعني هو ممكن يكون مفيد جدا بفكرة ان احنا بننتقل لمرحلة التكنولوجيا، وان احنا ندخل التكنولوجيا اللي بقت في كل حاجة في حياتنا، في موضوع الدراسة كمان، خصوصا ان اولادنا يعني من وهم اطفال صغيرين الموبايل في ايديهم، التابلت في ايديهم، فده هتبقى فرصه لطيفه ان هم يستخدموا التكنولوجيا كمان في الدراسه. بس زي ما انتوا كنتوا بتتكلموا ان ممكن يكون في اثار سلبيه من ناحيه اللي هو تضييع الوقت، من ناحيه ان هم مش متعودين. فعلشان كده انا شايفه من وجهه نظري ان الحل للموضوع ده ان يعني هم اتطبقوا هنا على الثانويه العامه، بس انا شايفه لو اتطبق من مراحل صغيره فالجيل يطلع من هو صغير بيدرس. صح. فهي يبقى ده متعود عليه من هو صغير. بالضبط. لكن عشان افاجئ، يعني كان عندي حد قريبي بيطبقوا عليه النظام ده. الولد بقاله 7-8 سنين بيدرس بالكتاب، وفجاه هوبا امسك تابلت وهتمتحن بيه وهتذاكر بيه. فالموضوع كان بيبقى نقله مش في وقتها ومش محلها، علشان هم ما تعودوش على ده. لكن لو هو اتطبق فعلا من وهم صغيرين، اعتقد دي هتبقى الطف بكتير. خصوصا ان هم اصلا بيكبروا متعودين على التكنولوجيا في ايديهم طول الوقت وبيشوفوها، فهو الموضوع هيكون لطيف كده. صح. سماح، انت عندك ولاد؟ عندي بيبي بس لسه ما دخلش مدرسه يعني. طب انت حابه لما يكبر شويه يكون التابلت في ايديه من هو صغير شويه، ولا لما يخش مرحله سنيه اكبر؟ يعني بص، هو هيتوظف يعني، هخليه يشوف حاجات معينه، بس طبعا مش هديله زي في امهات كتير اللي هم عايزين يخلصوا من ذنب البيبي فيديله حاجه يتلهي بيها. طبعا ده غلط. لازم يبقى في استخدام وتوظيف كويس للتكنولوجيا في حياه الاطفال، لان الموضوع بعد كده بيكبر ممكن يقلب معاهم بتوحد، او ان هم يبقوا خلاص بقى هم عايشين حياتهم مع العالم في العالم بتاعهم بتاع الموبايلات. فانا حابه ان هو تكون الدراسه كده، فعشان كده بقول لك لو من صغرهم انا هبقى مؤيده الفكره. انا معاكي برضه يا سماح. لان هو هيطلع هو اوريدي بيستخدم التكنولوجيا في حاجات كتير، ليه النهار ماسك الموبايل في ايده، فلو كمان بيستخدمها علشان يستغل الوقت في ان هو يدرس ويذاكر، فهتكون حاجه مفيده طبعا. طيب سماح، قولي لي انت شخصيا، ان شاء الله ربنا يخلي لك البيبي ويكبر كده ويبقى من وهو صغير بيتعلم الحاجات من التابلتس، بس انت ما عندكيش مانع ان انت مثلا تاخدي كورسات اونلاين او تتعلمي حاجه اونلاين؟ بقى بصي هقول لك على حاجه، احنا حتى دلوقتي احنا بنعمل شوبينج اونلاين دلوقتي. فهي التكنولوجيا فعلا بقت مسيطره على حياتنا بشكل كبير، يعني اللي هو انت من اصغر حاجه اللي هو الانسان ممكن يقعد في بيته بيشتغل اونلاين، بيدرس اونلاين، بيشتري الحاجات اونلاين، فهي خلاص يعني هو بقى امر واقع عندنا. الحياه بقت اسهل يعني، بس ازاي بقى نستغل ده؟ يعني انا ما عنديش مشكله في الموضوع، يعني الموضوع بقى لطيف. شكرا جزيلا. هو يمكن مش ازاي نستغل ده، ازاي نطبق ده. هي المشكله اما تيجي تطبق حاجه جديده لازم يبقى اولا في معارضين،
جدا للفكره، لان هم هيتعبوا اكتر علشان هيذاكروا اكتر. اصل انا لما ادخل التابلت المدرسه واقول للمدرس تدرس عن طريق التابلت، واقول لولي الامر تابع ابنك عن طريق التابلت، فانا ببقى مضطر ان انا برفع كفاءه المنظومه كلها. انت عملت كل المرتبط خلل في هو البني ادم بيخاف من اي حاجه جديده، بيحس انه مرتبك ان حاجه هيتعلمها جديد، فبالنسبه له مشكله. طب انا دلوقتي متعود اخطط في الكتاب، اقول الحته دي وارجع اذاكرها تاني، كل شويه اقعد ابص في التابلت واعمل كده. احنا زمان طبعا كنا بنفرغ على ورق الزبده، معرفش انت ممكن ده ورق ابيض كده بيبقى فاضي. ورق الزبده ده انا بدخله الفرن. زمان بقى على ايام، لا مش الفرن، لا انا ورق الزبده مش اللي بتلفي بيه الحواوشي، لا احنا بنقعد نذاكر بيه نذاكر فيه نفرغ ونشخبط كده. فهو التابلت تحدي كبير قدام الوزارة أولهم، وقدام الأسرة، وقدام المدرسة، وقدام المدرس، وقدام الطالب. فعلشان نقدر نطبق ده هناخد كام سنة في المشاكل دي صدقوني. يمكن وزارة التربية والتعليم طبقتها السنة من السنة اللي فاتت، بدأت في الامتحانات وكده، بدأت تشوف عيوب استخدام النظام الأول، كأنها سنة شبه تجريبية. وناس تقول لك طب درجاتنا، أنت عارفة إحنا أهم حاجة عندنا السيرتيفيكيت، وابني طلع الأول أحسن من ابن خالته. طب دلوقتي افرض قلت لك ما فيش امتحانات، أنا أهم حاجة عندي المهارة يمتلكها الطالب، مش مهم عندي إنه يعني أنا بركز على المهارة مش بركز على الدرجة. هو طالما امتلك المهارة ممكن السؤال ما يقس مهارة الطالب. بص يا جماعة، بص باختصار، كل الناس لو اتكلمنا بوضوح كده كانت عندها مشاكل في التعليم. كل واحد يقول لك ايه انا خلاص امتحنت وذاكرت 100 100، اساله بعد الامتحان هو كان بيعمل ايه، يقول لك انا مش فاكر اي حاجه خالص. الموضوع اتنسى ليه؟ لان هو كان داخل ان هو عايز يجيب مجموع وخلاص، ايا كان بقى يعني التخصص كمان اللي هو حبه، علشان خاطر هو مستخسر المجموع بتاعه ان هو يعني يخش كليه اقل شويه في المجموع. طيب المرحله اللي جايه ان شاء الله كل واحد هيخش الحاجه اللي هو حاببها، هيخش الحاجه اللي معتمده على الفكر، انك تطبق الحاجه اللي فيها مهارات زي ما انت قلت يا عمرو ورحمه كمان. انك تساعد الطالب ان هو يخش الحاجه اللي ينجح فيها ويكبر فيها زي بعض الدول طبعا المتحضره في التعليم وكمان متقدمه جدا. هو ده اللي احنا عايزينه. احنا معانا تليفون طبعا عشان ما معانا ساره على التليفون، هرجع لك تاني يا فاروق. يا ساره الو، ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. قولي لي في الاول خالص كده، ايه رايك في هذا القرار، وهل عندك اولاد ولا لا، وشايفاه في صالحهم ولا لا؟ ثلاث اسئله في سؤال. ثلاث اسئله عقليه جدا. انا عندي ولد ثانوي وعندي بنت ثالثه عديتي. الحقيقه من ساعه ما خلاص قرروا رسميا ان هم هيطبقوا قرار من العام الدراسي الجاي ده اللي هو هيبتدي اخر السنين دي، فانا ما اقدرش انكر ان انا قلقانه. انا معاه ولا لا، انا بصراحه مش قادره اكون راي، انا اكون راي 100% هل ده هيكون نسب لاولادنا ولا لا. بس انا ممكن اقول شويه تخوفات، وبرضه محتاجين يكون في رد او توضيح عليها. يعني انا احيانا هم طول عمرهم متعودين ان هم يذاكروا بطريقه معينه، طريقه الورقه والقلم، بطريقه الكتاب وكتاب المراجعه، فهل ده هيكون متوفر كله اونلاين؟ طيب هل مثلا التابلت ده لو هنج او عمل حاجه هل انا هقدر اتصرف؟ انا شخصيا بتعامل مع التكنولوجيا بس علاقتي بيها مش اقوى حاجه بصراحه. فهل هعرف بقى ان انا اقدر اتابعهم؟ احنا عارفين يا جماعه الامهات المصريات لازم يتابعوا الولاد في كل خطوه وكل حرف وكل كلمه بتتكتب، فانا مش عارفه هقدر اعمل ده ازاي مع التابلت. يعني اعتقد ان احنا ممكن مع تغيير المناهج ممكن تبقى فكره التابلت عمليه، بس شايفين اهو لسه هنشوف. طب انت يا ساره برضه هتتابعي، ساره انت هتتابعي برضو على التابلت المناهج، وهتشوفي الموضوع ماشي ازاي علشان خاطر يعني تتناولي الموضوع بقى يعني بشكل اكبر، وبعد كده تنقليه بقى لاولادك؟ انا ممكن اعمل كده طبعا، وبرضو انا ولادي مبسوطين جدا بالموضوع ان كل حاجه تبقى اونلاين، عشان انتوا عارفين دلوقتي الجيل الجديد مفيش حاجه يعني بالظبط. انا كنت بقول لهم يا ساره ان بحس ان هم الاطفال او المراهقين يعني هيبقى عندهم استعداد اكتر ان هم يذاكروا علشان موضوع التابلت. لا ما اعتقدش، اعتقد ان الاستعداد للمذاكره ملوش علاقه ان هو تابلت او كتاب، هي بتفرق من طالب لطالب. هي بس هي الفكره ان هي وسيله كده، هم الكيزه بيعرف يمسك التابلت وبيعرف يعمل كل حاجه اونلاين، بيعرف يبيع ويشتري ويتابع ويكتب مقالات، بس هل طريقه المذاكره نفسها اللي احنا متعودين ان احنا نكتب ان احنا نطلع اسهم ان احنا نعمل ده هيعرف يعمله مع التابلت ولا لا؟ ده بقى اعتقد ان احنا التجربه نفسها هي اللي هتبينه. بس انا برضو اقدر اقول ان انا مثلا ولادي متحمسين جدا لحاجه زي كده، متحمسين جدا، خاصه المدرسه تقيله قوي، الكتب تقيله ووزن. بالظبط دي نقطه مهمه كنت عايزه اقولها. يا خساره كنت عايزه اتكلم عليه باستفاضه. سبقتك. ايوه صحيح، بس موضوع صفحه المدرسه ده موضوع مهم.
لان كمان هم كل ما بيكبروا يعني مثلا حاجه زي اولى ثانوي المواد بتاعتها كتير جدا، فبيضطروا ان هم يمشوا بشنط شنطه تقيله جدا فيها حاجات كتير. مشكله بتبقى. فانت تقدر دلوقتي بمجرد تابلت ان انت توفر مناهج كامله على جهاز حجمه خفيف. فاعتقد ان دي برضه فكره عمليه، ودي حاجه بسطه الولاد يعني، بسطه الولاد وبسطه اصحابهم جدا ان هم يعني احنا ممكن بعد كده ما نروحش بشنطه او نروح بشنطه خفيفه فيها يا دوبك حاجات مراجعه. فيعني اعتقد ان اللي تحسه بقى اخر السنين دي، بس اتمنى ان هي تكون فكره كويسه بالنسبه للولاد يعني. طب سارة انا ممكن اسالك سؤال قبل ما تقفلي معانا يعني؟ اتفضل. شايفه انه ربنا يخليك، والله قلتي اسم افتكرتيني الله يكرمك. يا سما سلمتش عليا في الاول، مش عارفه. ماشي يا سارة، صديقه البرنامج طبعا. لا لا ولا يهم. شايفه انه التابلت هيتحدى الدروس الخصوصيه في الفترة الجاية؟ خدي بالك ملف الدروس الخصوصية من الملفات الصعبة جدا في الوزارة، واللي الوزارة بتحاول بقى تتغلب عليها بأكتر من طريقة. شايفة التابلت بعد 5-6 سنين هو هيبقى مفتاح للقضاء على الدروس الخصوصية ولا لا؟ مجرد سؤال. لا ما اعتقدش خالص، ما اعتقدش خالص ان التابلت ممكن يجي على دروسه الخصوصيه، لان دروسه الخصوصيه مش مرتبطه خالص بالوسيله اللي هو بيذاكروا بيها، يعني مش مرتبطه اذا كان هو تابلت او كتاب مدرسي. هي مرتبطه بكفاءه الشرح بشكل اكبر، بمثلا العدد الكبير في الفصول. فهي الحاجات دي لو تم العمل عليها بشكل مناسب اعتقد دروسه الخصوصيه ممكن تقل شويه. انما ما اعتقدش ان التابلت هيتحدى دروس، لان ليه يتحدى يعني، قصدي ليه يتحداها؟ هو نفس اللي موجود على الكتاب هو الموجود في التابلت. غير بقى، غير لو في مثلا افكار مختلفه، غير مثلا لو في فيديوهات لمدرسين على التابلت يقدروا يشرحوا لي كل دروس ثانويه عامه بشكل مبسط، فساعتها انا ممكن فعلا ما احتاجش ده لو الفكره دي اتنفذت. شفتي بقى؟ بس غير كده انا مش يعني مش عارفه هيقدر يتحدى دروسه ولا لا، بس لغايه دلوقتي اعتقد لا. كله هيحصل يا ساره ان شاء الله، نورتينا جدا. بصوا يا جماعه، هي فكره والفكره اتطبقت الحمد لله، ولازم كلنا ندعمها، لان هي دي لغه العصر. من الاخر كده بنتكلم على التكنولوجي اللي موجوده في حياتنا في كل حاجه، في التعليم، في العربيات، كل شيء هتلاقي فيه تكنولوجيا، وده طبيعي جدا. لو بنتكلم ان في بعض التعديلات الجديده اللي احنا ممكن نبتدي بقى نحطها، ده وارد جدا، لان احنا كل حاجه قابله للتغير. يعني احنا عادي جدا احنا شيء بنغير فيه وبنحاول ان احنا نطوره، كل حاجه هتفيد الموضوع ده عادي، ما فيش مشكله هتضاف ليها في يوم من الايام. هي فكره وان شاء الله تطبق وتنجح باذن الله، وربنا يوفق كل الطلاب. يا رب يا رب. ومهما حصل، سواء رفضنا الفكره او ما رفضناهاش، فعلا التكنولوجيا بتجبرنا ان احنا نستخدمها. وبالمناسبه بنك المعرفه بقى فيه الكتب، وبقى فيه ما يدور حول الكتب، ويمكن سياده الوزير طلع وقال ان احنا استعنا بخبراء اجانب ان هم يعضدوا ويقووا بنك المعرفه ويكملوه، وقال ان بنك المعرفه دلوقتي بقى كامل. وشويه شويه فكره المدرسين المبدعين زي ما انت قلت يا ساره، اللي هم ممكن يعملوا فيديوهات يشرحوا بطرق مختلفه، لو الوزاره قدرت تضمنهم هيبقوا احسن من اللي جايين من بره. يعني اللي جايين من بره ده سكه، السكه الثانيه الفهم المصري، محدش فهمه اكتر من المدرس المصري اللي موجود في المنطقه. على كل، المستقبل هو اللي بيفرض ادواته، واحنا خوفنا، اتضايقنا، زعلنا، سنه ورا الثانيه ورا الثالثه بيبقى واقع، وما بنقدرش نتخيل حياتنا من قبله شكلها عامل ازاي. احنا دلوقتي هنخرج فاصل ونرجع بقى مع الصوت الملائكي، الصوت الوطن. خلينا بتول بني بني. انا عايزك تقولي بني بسوري بسوري. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. الياه الاول بكل شي قلتو صدقتو، واللي ما بياخد من ملتو بيموت بعيلتو، واللي حابب يعيش عيش هنيه يغمض عيونه ويتجوز حلبية. هاي يوم يا سيدي دور، يا سيدي دور، دور بالدنيا كلها وما بتلاقي بحسنه وجماله والله. يا سيدي دور، دور بالدنيا كلها ما بتلاقي بحسنه وجماله والله والله. بنت القصي
بنت الأكابر هي ست الستات هي الست التونسية ست الستات هي الست المصرية وست الستات والله البنت العربية. الله 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 يا جماعة أنا مبسوطة جدا 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 علشان النهاردة معانا المطربة أنتوا أكيد عرفتوها وتابعتوها في موسم من مواسم The Voice اللي عدوا، طبعا خطفت قلوب الناس كلها، الناس لقبتها اصلا بالسلطانه، هي سوريه بس جت مصر علشان تنطلق من بلد او من هوليود الشرق، وطبعا هنا ان شاء الله هتاخد مكانها وبزياده شويه علشان صوتها ساحر. بنرحب مع بعض بتول بني بالسوري واعضاء الفرقه المحترمين اللي موجودين معاهم، وعايزه اسقف لك تاني على الاغنيه. بنرحب بك يا بتول، اخبارك ايه؟ بتول بني بالشامي وبتول بني بالمصري، مظبوط كده؟ بنرحب بيكي معانا بتول بجد والله، ومن الاصوات الجميله جدا وكمان مميزه قوي. بتول يعني عرفينا بنفسك اكتر، يعني بداتي امتى كده مشوار الغنى بتاعك؟ من كام سنه؟ وكمان المشوار بدأ في سوريا بس ولا في دولة تانية؟ لا طبعا بسوريا طبعا. من كان عمري 5 سنين يعني ربيت ونشأت بمجتمع فني، طبعا عيلتي كلها كانت فنية، مامتي وبابا ورثتي الصوت الحلو من ماما وبابا؟ حتى جدي واخوالي يعني كل أهلي الحمد لله كانوا أصوات حلوة، فطبعا والدتي كانت تحيي حفلات حفلات نسائية بسوريا. ولما كبرت أنا كنت مع والدتي، وبعد بال 2000 تقريبا 11 صار المواضيع عنا بسوريا الأزمة السورية. وقررت أطلع على مصر أم الدنيا أم الدنيا وجيت أبدأ مشواري الفني إن شاء الله من مصر، ويا رب أنه يكون الجمهور معي بقلبه مثل ما انا بحبه من قلبي. انت صوت مميز وما شاء الله صوتك الماز وفلكسبل وبيتلون مع اي لون تقريبا، يعني انت طابع سوري بحت بس اعتقد في الوان ثانيه هتنوري اكتر. الحمد لله. لا يعني أكيد. يعني بتقن انا الوان مثلا عندك طبعا المصري ده مؤكد منه طبعا يعني، حتى انا هلا بالبومي انا هلا عملت البوم يعني نزلت فيه 3 اغاني مصريه اوكي. وطبعا عنا اللهجة العراقية طبعا وعنا اللهجة الخليجية طبعا وحتى الليبية في بعض الأغاني أنا قدرت كمان أحفظهم يعني فالحمد لله. يعني طبعا اللبناني ده مفروغ من أمره لأني أنا قدمت هلأ فيديو كليب اسمك بيشرفني، هي لبنانية أغنية لبنانية أوكي. فالحمد لله أنه منتقن يعني 5 لهجات باللغة العربية ما شاء الله الجمال ده. طيب بتقول كلمينا كده عن دور الأهل معاكي، يعني ما شاء الله العيلة كلها عندكم عيلة غنائية وصوتهم حلوة جدا، شجعوك ازاي وانت يعني بتغني وانت صغيرة كده؟ كان الموضوع بدأ ازاي؟ هلا هو الموضوع اجى صدفة يعني كان عمري مثلا انا 3 4 سنين بقيت اغني يعني بالبيت مع اخويا، هو اخوي انا كان هو اللي اكتشفني يعني فبدي هو يحفظني. اخوك بيغني برضو؟ ما شاء الله ما العيلة كلها يعني هلا عندي انا عندي اخ من اخواتي بيعطي شبه صوته لصباح فخري. لا انا عايزه اقول لك ان انا صوتي حلو، اخويا ما بتسمعيهوش خالص، لازم تقفلي ودانك عشان كده انا استغرب ما شاء الله حاجه حلوه. بس يعني هو اللي بدي معي ويعلمني، كان اول اغنيه علمني اياها بتقول مسافرين تاركين الدار يا ناس عتبي، في اغنيه للست لسه فاكر لسيد مكاوي ليله امبارح ما جانيش نوم، يعني كان عمري 5 سنين انا حافظه الاغاني دول. اوكي. فطبعا مع مامتي لما اروح معها الحفلات بقيت احفظ اكثر. ولما كبرت يعني صرت انا اتعمق. طيب تمام، انت صوت محترف جدا جدا جدا، اي حد موسيقي او حتى اعضاء الفرقه محترمين ومبسوطه بيكوا جدا. انا بعدين هقول لهم مبسوطه بيكوا ازاي؟ ليه؟ والسبب كمان. طبعا. ما درستيش؟ ما روحتيش تخصصتي؟ انا قلت لازم اروح ادرس مزيكا بقى ومقامات وكده، ولا بالسمع بس مع ماما فعرفتي بقى الدنيا ماشيه ازاي؟ اول شيء انا بديت سماعي وحفظت الاورج سماعي، انا بعزف كمان اورج سماعي، فلما بديت يعني بدي احفظ مثلا انه اختص بالنوطه او بال، خدت 3 دروس فقط
اوكي. لكن ما قدرت اكمل يعني، كان شوي جو العيله عنا في صعب يعني. بس انا يعني لحالي احترفت بالعزف والغناء مع بعض. يعني بتقول دلوقتي وصلت مسج حلوه جدا لاي حد موهوب، انت مش بالضروره تروح بجد والله تروح تدرس، لو انت موهوب بجد وموهبتك طبعاً حقيقيه بالسمع، وان انت هتفضل تغني لوحدك ممكن تبقى اجمد مطرب على وجه الارض اكتر من ناس اكاديميين متربيين أكيد في الكونسرفاتوار يعني. اعتقد يا سيدي الموهبه الواحده بتتكلم يا جماعه. طب ما تيجي نسمع حاجه كده ونتبسط معاكي، يلا بينا. نسمع ايه؟ هسمعكم كمان سوري، قطعة سورية بس موال. لا اوف 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 يا قلبي يا بسار حباب القلب وجسمي غدا عودة يا بسار حباب القلب وجسمي غدا عودة لعلي أراهم قبل مصيرنا عودة يا نظر عيني يابا من بعد ما يسليني وعتر عودة يابا شو بكيت وش فاض دمعي وغل يا ضيا هل ترى منجتمع ونشوف الأهل يا 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 نظر عيني يا ضا محلا محلا إذا شفتهم أهلين مرحى وهل يا رب تيسر لهم يا رب تيسر لهم بالروح والعود يا قلبي آه يا روح مش قادر اوصل لهم بيني وبين حبايب جبال مش قادر اوصل لهم بحياة عينك يا جمال وظل سلم لي عليهم ظل سلم لي عليهم من نار الهجران لتدوي بقلبي الولهان خايف من نار الهجران لتدوي بقلبي الولهان لكن صابر على الألام لكن صابر على جمال والله سلم لي عليهم الله 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 بعد السقفه بتقول بعد السقفه لا ثانيه واحده معلش هي الاغنيه دي بتقطع قلب اي حد بعيد عن اهله صح طبعا انا بعيد عن اهلي وعن كل يعني اولا امي فما بدي احكي كثير يعني ربنا ان شاء الله ترجع سوريا زي الاول واحسن يا رب ويسلم احساسك حبيبتي بجد والله العظيم
انا مش هقول حاجه تانية خلاص. لا انا مش قادره اتكلم برضو. ابعد عني. بصي من ناحيه الاحساس طبعا انت بتقولي كل حاجه معبره جدا في كلماتك ما شاء الله. الله ينور بجد. طيب بتقول امتى فكرتي انك تقدمي في برامج اكتشاف المواهب المسابقات يعني؟ انا اول ما طلعت مصر حبيت اقدم بس اجتني وعكه صحيه يعني ما قدرت اشفى منها تقريبا ل 2015 2016. يعني كنت عايزه تقدمي من زمان. اوكي. من قبل بس ما قدرت يعني اجتني الوعكه الصحيه شوي طولت معي. فبعد بال 2017 قدمت. طبعا انا ما بعرف كيف اقدم حتى يعني بقولوا عن طريق السوشيال ميديا عن طريق النت وكذا يعني ايميل وكذا بس انا ما بعرف. اللي ساعدني بهالموضوع هو اسامه زوجي. فقدم لي جنبك نحييه والنبي. انا يعني وراء برضه كل امراه عظيمه اكيد طبعا. الحمد لله. وابتدينا الطريق يعني هو قدم لي على ذا فويس. وعملت طبعا اول مرحله اللي هي مرحله الصوت وبس. ومشينا يعني الباقي كله بتعرفوا. كنت متوقع النجاح؟ الحمد لله. شوفي يعني انا الطريق اللي كنت يعني اخذته يعني في صوت الحمد لله يعني بقول انه في صوت في موهبه. فطبعا هو قبول الناس يعني هذا. لا بس يعني في ايه سلطانه؟ ايه موضوع السلطانه؟ احكي لنا كده. موضوع السلطانه باغنيه علي جرى. اوكي. طبعا الطبقه لما اخذنا التون كان من على نهاوند الدو. اوكي. فكان معي شاب انا. ونهاوند الدو على الست. عالي. عالي كتير. تمام. لما انا بديت قلت علي جرى بعد ما وقفنا قالت لي لسه انا حسيت قلبي بيقف. انه انت هتكملي ولا لا؟ فبعد لما قلت الليالي يا ليلي هون شهدت بقى احلام ست احلام انه انت فعلا سلطانه. فكانت قولي لي عملتي ايه؟ صوت مستعار ولا كملتي صوت كامل؟ ازاي صوت مستعار؟ لا مش عارفه انا مش عارف بسالك. لا 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 صوت كامل. لا صوت ما شاء كامل. الله. الحمد لله. يعني الحمد لله يعني الشيء اللي انت كسبتيه انه بخلال مثلا دقيقتين ونص لازم توصلي صوت مع طرب للي عم يسمعك وبيشاهدك. اوكي. فهي يعني هي شوي يعني صعبه لكن مش صعبه على المطرب. تمام. فالحمد لله انا قدرت يعني اوصل ولسه هتوصلي اكتر يا رب ان شاء الله. طيب شايفه ايه مكسبك من البرنامج؟ طبعا المكسب من البرنامج يعني كسبت شهره. يعني الشهره هي نسبه متابعه ملايين. لاني اجمالا برنامج ذا فويس برنامج ضخم ويتابع من يعني من العالم. مش بس من الوطن العربي. فنسبه المشاهده لما بتاخذها بهالكم لازم بعد ما تطلع لاني اكيد مش هنقدر نكمل يعني. انا عرفت نفسي ما هقدر اكمل بس هون الصفه انه الانسان يتشاطر يعني على نفسه انه انا لازم اكمل اثبت وجودي انه انا فناني انه انا مطربه. وقدرت الحمد لله انه هلا يعني ابدا الطريق واطلع. بس بتقول يعني يمكن برامج اكتشاف المواهب سلاح ذو حدين. يعني ممكن تكون شهره وبدايه نجوميه لاي حد بيبدا حياته الفنيه وممكن لا قدر الله تكون يعني وقع لا قدر الله يعني او أنا مش بدايه يعني محببه يعني. بقول لك البرامج الموهبه بهالوقت ما عادوا يستفيدوا. ليه؟ في سبب. نحن بالوطن العربي مشاكل يعني حروب وكذا فما عاد يعني انه الناس واعيه يعني بقيان كم بلد الحمد لله الله يحميهم ويا رب انه يرجعوا. وكمان في مشاكل انتاجيه في المطبخ حاجات كتير جدا ما يعني طبعا الناس ما عندهاش ما عاد في القوه مثل قبل. يعني كان شيء وهلا نحن بوضع شيء ثاني يعني. فالانسان بقى صفى هو يتشاطر يعني لازم انه هو في ناس بتتخض من الشهره مره واحده بتخضب من نسب المشاهده عاليه جدا بتحصل لهم من خلال البرنامج فبيحصل لهم ممكن صدمه الى حد ما منهم اللي بيكمل وبيشق طريقه زي حياتك كده وما شاء الله في بدايه الصعود وانت يعني بيكون ما توفر لهم فرصه. بيكون ما توفر لهم فرصه يعني. انا الحمد لله انه سعيت لفرصه الحمد لله لقيتها. بس في ناس ما بيلاقوا الفرصه. صح. يعني ما انا بقول لك يعني انه في ناس حسب وضعهم يعني في كان معي من اصدقائي يعني بالبرنامج
مشتركين ما قدروا يطلعوا. أنا واثقة بالمية مليون حابين يطلعوا يعني عم يبحثوا على فرص كتير بس ما عم بيتحلن الفرص يعني. عندك حق طبعا. احنا لسه مكملين مع المطربة الواعدة النجمة بتول بني، بس هنروح نشوف الكليب بتاعها ونرجع تاني، خليكم معانا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. يمكن انتم مستغربين فاروق خس وبقى صغير ليه، الحقيقه انا كنت قاعد في الكنترول وما قدرتش. في اصوات حلوه يا رحمه بجد، بس انت صوتك يا بتول وطن جريد جري على الاستوديو، كان عايزين يمنعوني بجد. معلش انا اسفه انا ما قدمتكش، كنت اتمنى ان فاروق يكمل معايا بصراحه. ما توقعتش ان انت مش هتقدر تستحمل. مش قادر طبعا. اهلا بيك. اهلا بيك، واستمتع معانا بصوت بتول. بجد احنا ممكن يعني انا عايز اسالك سؤال مختلف شويه. اتفضل. ايه اغرب تعليق جالك على صوتك؟ اغرب تعليق جاني على صوتي، مذيع الشاطر بقى يسال اسئله غير متوقعه عميقه شويه. يعني بصراحة ما شفت تعليق الحمد لله. يعني الحمد لله بجد. ممكن يكون إيجابي على فكرة، مش لازم يعني إيجابي. ها ممكن يعني ركوزي، هلا مثلا ما قالت لي مثلا الفنانة أحلام إنه الحمد لله إنه بركز على التون صح، يعني إنه بتقولي ركوزك على التون فظيع. يعني بالنهاية الجملة يعني مش بس ببدايتها. فهي كانت جملة منها. وفي كمان في الحنية، الاحساس، الحنية في صوتي الحمد لله. يعني انا ما بحب امدح بحالي يعني عيب يعني جد، بس جد هذا اللي شفته يعني. بس يعني طيب بتقول عايز ارجع تاني لذا فويس، من وجهه نظرك كده ايه اللي يعني ليه ما وصلتيش للمرحله النهائيه رغم ان انت صوت قوي وصوت رائع بكل المقاييس، وده بشهادة الجوري أو لجنة التحكيم وبشهادة الجمهور برضو وبشهادة حتى الأساتذة الموسيقيين؟ يعني ليه ما وصلتش للمرحلة الأخيرة؟ ما بعرف يعني ما عندي جواب جاوبك يا، بس ما بعرف. لا تعرفي يعني بتقول. ممكن قالوا مثلا تعرفي والله لا حسن انت بتعرفي وبتقولي لي انا ما بعرفش جد. يعني ممكن مثلا يكون ما في تصويت مثلا. يعني احنا انا المرحله اللي طلعت فيها نسبه تصويت انه قال ما في تصويت، هيك حكى البرنامج. فانا ما فيني اقول شيء ثاني يعني. انا سمعت حضرتك جد، انا داخل الاستوديو عشان حضرتك، انا قلت كده عايز اسمع حاجه طبعا اكيد من عيوني. راح اسمعك اغنيه لورده والعيون السود. وعملت ايه في نسيني وعملت ايه فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا دا يبقى كان الزمان. وبحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد العيون السود أحبك وانت عارف ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون
بحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد يا غالي الصبر بحبك وانت عارف قلنا ايه فيها كل ليلة والمعنى الناس في سهرنا يا حبيبي بحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد اللي فات من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري بحبك قد اللي فات من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد ايه شوف قد ايه بحبك الله 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 سقف يا سقف ايه ده انا كلي بسقف دلوقتي حبيبتي كل انت عارفاني اساسا انا ببقى ضعيف قدام الاصوات على فكره الحلوة. يعني صوتي تعبان يعني لا صوتك تعبان وكده خشب استني اهو حياه الله مسكت والله العظيم مسكت الخشب يا جماعه عشان الله اكبر صوتها يعني ما فيهوش غلطه ما شاء الله وتقولي صوتي تعبان الحمد لله طيب انت في رصيدك هعمل زي عمرو كده واسالك اسئله صحفيه اتفضلي في رصيدك كم اغنيه لحد دلوقتي وعملتيهم فين في سوريا ولا هنا في مصر؟ تقريبا هلا الالبوم جمعناه تقريبا بيطلعوا 9 اغاني طب حلو انطرحت هلا في السوق اغنيه فيديو كليب اسمك بيشرفني اوكي اللي كنا بنشوفها تماما باقي الاغاني يعني ان شاء الله اقل من شهر بينزل الالبوم كله اوكي يعني في جديد طبعا ما في قلت لك في 3 اغاني في اغنيه في الشده الناس بتبان ما اغنيه مصريه في اغنيه قلبي الملهوف جاي لك مكسوف الله في اغنيه يا واد يا جن يا واد يا جن حني حني يا واد لايقه عليا جدا عموره ايه ده في بقى الاغاني السوريه في اغنيه يا ست ستات اللي كانت بدايه الحلقه حلوه قوي ست ستات وفي اغنيه بتقول البنت العربيه هي الله واسم الله عليك يا صبيه تظبط زفه العرايس احنا من ضمن الالبوم احنا ممكن نسمع منها شويه ولا لا ممكن شويه ممكن بجد طيب تبقى انت السبب ان لو قمت رقصت انت حر ربنا يستر والله واسم الله عليك يا صبيه لما طليتي بهالقام البهيه الله واسم الله عليك يا صبيه ولما طليتي بهالقام البهيه اميره وامتى واجئ الماس حواليك 7 حراس عيني انا حاسه ان انت حابه فكره ان انت تغني عن البنت العربيه مش شرط تبقى شاميه حلبيه سوريه طبعاً تونسيه طبعاً مصريه ايا كان ليه بقى فيمينست انت اولا انا من مصيره مراه يعني في حياتك لا لا مش قصه مصيره مراه او رجل يعني بس انا شغلي لما كنت يعني قبل افراح يعني الحفلات الزفاف اوكي في سوريا بسوريا ومصر اوكي تمام فزفه العرايس يعني عندي يعني انا انشهرت بسوريا بزفه العرايس عندي يعني ما شاء الله نخبه من الاغاني يعني كتير عامله مجموعه بس لزفه العرايس يعني وهلا انا طبعا بالالبوم اصريت انه يكون في اغنيه زفه عرايس واغنيه سلو اللي هي اسمك بيشرفني يعني افتتاحية ألبومي اسمك بيشرفني يعني حلوة اسمك بيشرفني تقوليها لأسامة أكيد طبعا ما
وعايزه اقول لكم ان الناس دي شاطره جدا جدا عشان ابهروني في الكواليس وعزفوا الايقاع التونسي. انا عايزه اقول لكم الايقاع التونسي من اصعب الايقاعات فابهروني، انا انبهرت بيهم جدا. وطبعا بنرحب اسامه قوي قوي، الزوج بتول طبعا المطرب. اتفضل يا عم. والله انتوا كنتوا مخبيين عليا. طيب انا هاخد اسئلتي، معلش هي صعبه شويه. احنا تعودنا على بتول بشكل خارجي معين، جينا في المؤتمر الصحفي الشكل ده اتغير. هل انت كنت مؤمنه؟ لا انت اللي هتفسري، انا مش هفسر السؤال. انت فاهمه طبعا صح انا بتكلم عن ايه. هل انت شايفه انه ده كان عائق في عالم الغنى ولا ليه التغيير؟ مش قصه انه بس عائق، انا شغلي كان حفلات نساء، لكن لما دخلت على عالم الشهرة والحفلات الكبيرة ما راح تظبط، فصفى احتراما للحجاب. صح، انا سقف لها احتراما للحجاب دي اللي هو يعني طبعا احنا مش عايزين والله نختم معاكي ابدا. ربنا يحفظك بجد والله. طيب قولي لي كده سريعا، ايه مخططاتك في المستقبل غير الثلاث اغاني اللي هينزلوا يكملوا الالبوم؟ طبعا في مجموعه من الاغاني كتير، يعني هلا اول يعني اغنيه راح تكون ان شاء الله بنصر سوريا باذن الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحتفل يعني كلنا مع بعض هي نرجع تاني نحتفل. وطبعا في عم نرتب كمان اغنيه خليجيه. حلو، يعني في كتير اغاني يعني حلو جدا جدا ضمن ربنا يوفقك المطبخ زي ما بقولوا. بالظبط، ربنا يوفقك ونورتينا جدا جدا حبيبتي. ويا رب نشوفك تاني هنا في استوديو انبوكس، ويا رب يبقى وشنا خير عليكي زي ما كنا وش خير على مطربين وناس كتير جدا كانوا موجودين معانا في الاستوديو. انا عايزه اشكر الفرقه الموسيقيه، شرفتونا ونورتونا جدا جدا. وكمان ابكاني ابكاني اللي بيعيط جنبي ده. عايزين نسمع منك بقى اخر حاجه، وعايزين نقول لسادة مشاهدين احنا هنخلص الحلقة ونختمها بصوت بتول بني عشان ما فيش أحلى من كده. أحلى من كده بصراحة. صح. Thank you حبيبتي. حكي معنا هنا. حكم علينا الهوى الهوى، حكم علينا علينا الهوى، نعش سوا يا عين، واحنا اللي قبل الهوى الهوى، شوف 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 كنت فين وانا فين، واه يا ليلي عالوعد والمقسوم، يا ليل يا عيني يا عالوعد والمقسوم، ليلي يا عيني يا ليلي يا عالوعد والمقسوم، لا تحوش ولا لا ولا ما بين عيون عيون ولوب، حكم علينا علينا الهوى، حكم علينا علينا الهوى، حكم علينا علينا الهوى، ونعشق سوا وندوب نعشق سوا وندوب سوا، نعشق سوا وندوب سوا، سيدي الليالي الليالي الهوى، سيدي الليالي الليالي الهوى، فوق الجبين مكتوب.